من بين معاني التسمية يدل اسم يافع على المنطقة أو القبيلة، وفي العصور السابقة كانت تسمى دهسم وسرو حمير، حيث كانت تشكل المسكن القديم للحميريين قبل القرن الأول الميلادي. وبحسب المؤرخين فإن يافع بطن من ذراعين ثم حمير، وسميت بيافع نسبة إلى يافع بن قاول بن زيد الجد الأعلى لقبيلة يافع الكبيرة. يافع قبيلة عربية معروفة، وهي منسوبة إلى يافع بن قاول بن زيد من بني ذراعين من الهميسع بن حمير. فسبب التسمية أنها نسبة إلى هذا الجد القديم، ولا يلزم من كون يافع سميت باسم هذا الرجل أن جميع قبائل يافع تنتسب إليه، وإنما أخذت التسمية من اسم هذا الجد الحميري القديم الذي ربما تفصلنا عن عهده آلاف السنين. فيافع كغيرها من القبائل العربية سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد قديم موغل في القدم، هذا كما يقوله النسابون من أمثال ابن الكلبي والحمداني وغيرهم.